كل سنة وحضراتكم طيبين وكلنا طيبين. صباح الخير عليك يا محمد وكل سنة وانت طيب. رأس سنة هجرية يا رب، رأس سنة هجرية كلها خير علينا، كل سنة طيبة بسنت، وكل سنة وحضراتكم جميعا في كل مكان بخير، والعالم الإسلامي والشعوب العربية يا رب كده في أمان وراحة بال وسلام. النهاردة ليلة رأس السنة الهجرية، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة، هجرة نبينا الكريم اللي كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الإسلام. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة، هي هجرة نبوية كانت نقلة نوعية في تاريخ الإسلام. يعني رأس السنة الهجرية هي فرصة جميلة لسرد وحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين الأمي، يعني قصة هجرة النبي من مكة للمدينة وقد إيه هو كان زعلان وهو سايب مكة، حتى أنه قال ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يعني ده بيعبر قد إيه رسول عليه الصلاة والسلام كان متضايق وهو خارج من مكة في طريقه للمدينة. ومن هنا احنا بنبتدي نعرف القصة. عارف قريت انه عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي حط التقويم الهجري، انه بداية السنة الهجرية تبتدي من اليوم ده. في الحقيقة ان رأس السنة الهجرية بتحمل أهمية كبيرة جدا في حياة المسلمين، لانها بتمثل بداية التقويم الإسلامي الجديد، سنة جديدة بنبتديها، الهجرة النبوية كمان هي نقطة تحول في تاريخ الإنسانية ككل، اعظم حدث حول مجرى التاريخ وغير مسيرة الحياة ومناهجها. والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أخرجوني منك ما خرجت. الرسول النبي الكريم كان بيخاطب أهله وبيخاطب البلد الأمين مكة المكرمة قبل اتخاذ قرار الهجرة. الحقيقة إن الهجرة النبوية فيها فوائد ودروس وعبر لازم نتعلمها كويس جدا. أول عبرة وأول درس فكرة التخطيط، التخطيط الجيد والسليم للأمور والأخذ بالأسباب، مع الاستعانة طبعا بالتوكل على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم خطط الأمر بشكل جيد، اختار الصديق أبو بكر وجهز الراحلة والمرشد الماهر الأمين، كان في أدوار موزعة بدقة للصحابة لإتمام رحلة الهجرة النبوية الشريفة. كان في دور مهم جدا كمان للمرأة المسلمة، دور عائشة بنت أبي بكر وأسماء ذات النطاقين، كانوا بمدوا الرسول والصديق بالغذاء والماء في غار في الغار، وكان في دعم شديد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى من المرأة المسلمة، وحتى كان في تعاون مع غير المسلمين لإتمام هذه الرحلة والابتعاد عن أذى أهل قريش. كل ده كان بحسن التوكل على الله عز وجل. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والهجرة النبوية ما زلنا بنتعلم من دروسها وبنتعلم من العبر اللي بنستخلصها كل يوم من هذه الرحلة اللي كانت فعلا يا بسنت نقطة فارقة في تاريخ الإسلام. من بعدها بدأ إنشاء الدولة الإسلامية وبدأت الفتوحات الإسلامية في الأرض كلها. يعني ابتدت فعلا الرحلة دي باتنين بس، رسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، ومن هنا ابتدت رحلة ليه النهاردة بنتكلم على أكتر من مليار مسلم حوالين العالم. سبحان الله، يعني فعلا بحسن التوكل وبالدعاء، وأنه لا تخف إن الله معنا. أبو بكر كان خايف، فالرسول طمنه عليه الصلاة والسلام لا تخف إن الله معنا. والنهاردة الدعوة وصلت لأكتر من مليار مسلم، وده درس مهم جدا، التوكل على الله، وإنه إتمام الرحلة بيكون دائما بعناية ربنا دائما حينما نحدد هدف معين في الحياة. وده درس مهم جدا من الهجرة، نأخذ بالأسباب، نأخذ بكل الأمور اللي بتيسر لنا هذه الرحلة، ونتوكل على الله في النهاية. ده الدرس الأهم والعبرة الأهم في الهجرة النبوية الشريفة. كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير، سنة هجرية يا رب كده كلها خير وبركة على المسلمين في كل مكان في الأرض. صباح لحضراتكم مرة ثانية، وصباح الخير يا مصر.